We are going to start talking about chapter 6 in this part of the lecture. Chapter 6 نتكلم فيه على social commerce CRM, customer relationship management and social customer relationship management. المحاضرة دي هتكون بنتكلم فيها مبدئيا هو ايه social commerce, يفرق ايه عن الالكترونيك كوميرس ان جنرال, ليه يسميناه سوشيال كوميرس, هل الكونسيومر بيبصوا له بناحيه مختلفه عن الاي كوميرس ان جنرال, هل الكومبانيز بتبنفيتس منه بشكل مختلف عن يوزنج اي كوميرس ان جنرال. عشان نبتدي نعرف نرد على السؤال ده لازم ابقى فاهمه الاول انا بتكلم هو مين الاي كوميرس, انا قصدي ايه بالظبط بالاي كوميرس. البداية جاية من الإمرجنس بتاعة السوشيال ميديا in general. كلنا دلوقتي عايشين على السوشيال ميديا, بناخد الأخبار اللي احنا بنتاكل كل يوم من السوشيال ميديا, بنتفرج على الجديد, بنشير مع بعض السوشيال ايفنتس بتاعتنا, بنشير الجود والباد نيوز بتاعتنا سواء على السوشيال ليفل, educational ليفل, whatever. فالفكره بتاعه ان اوريدي بقى في بلاتفورم الانديفيدجوالز قاعدين عليه طول النهار بيتحركوا وبيمانجوا شيء, بيتحركوا مش قصدي هم اللي بيتحركوا, انا قصدي their information move around, انه في information بتتحرك على البلاتفورم ده والناس قاعده مبسوطه using البلاتفورم ده. كان لازم يخلي الكومبانيز تبتدي تبص للسوشيال ميديا على انها حاجه لازم نستعملها. فبالتالي لما companies تيوز السوشيال ميديا in order to سواء بتعمل promotion أو بتسال البرودكت بتاعتها بقينا حتة specific من الإيكوميرس اللي احنا بنسميها social commerce. فin general أنا بتكلم إنه social network consists of large number of individuals who are potentially content generator. content generator يعني بنتكلم إن احنا عمالين نجنريت information سواء اشتريت برودكت ومبسوطه منه فبكتب كومنت ان البرودكت ده حلو فانا ام جنريتنج انفورميشن اباوت ذا برودكت, او جربت برودكت ومش ريحنيش فبجنريت انفورميشن اباوت ذا برودكت, رحت ريستورنت واتبسطت من السيرفيس فانا ام جنريتنج كونتنت انفورميشن اباوت البرودكت اباوت السيرفيسز اللي انا اي هاف ريسيفد في الريستورنت ده. فاحنا وي ار ليفينج ان سوشيال نتورك where consumers have great potential of generating content. They are massive source of information. هنا source of information جاية من الـ users بتاعة السوشيال ميديا. وبالتالي بقينا مش بنبص على الـ information اللي بتتحرك على السوشيال ميديا على إن هي جاية من الـ company, لكن هي جاية من الـ users بتاعة السوشيال network in general. ما حدش يقدر ينكر ان السوشيال نتورك هاف بيكام ا فايتال كومبوننت ان ذا واي بيبل كوميونيكيت. وي ار شيرينج انفورميشن اباوت كومبانيز اباوت برودكتس اباوت اور لايف, وبالتالي كان منطقي ان ذس سوشيال ميديا شود بي يوزد باي كومبانيز تو ديسبلاي انفورميشن اباوت البراندز والبرودكت والسيرفيسز. كان منطقي ان الريتيلر يتيك ادفانتج اوف ذس سوشيال تكنولوجي to expand the reach بتاع البيزنس و to impact الكونسيومرز. عشان كده احنا بنقول social commerce refer to the provision of electronic commerce activities. في الاخر انا بعمل نفس الاكتيفيتيز اللي كنت هعملها لما كنت هكرييت ويب سايتس, بس الفكره المره دي ان انا مش بكرييت ويب سايتس سبيسيفيك باسم الكومباني, انا ام تاكلينج بيج على السوشيال نتورك او اكونت على السوشيال نتورك. فsocial commerce refer to the provision of e-commerce activities and transactions through the social media environment, mostly a social network. وبالتالي احنا we can classify social commerce على انه subset من e-commerce, لانه هنا بس البلاتفورم اختلف انه مضطر يستعمل social media platform عشان يبقى اسمه social commerce. يعني لو ما استعملش social media platform مش هيبقى اسمه social commerce. حتة السوشيال انه الناس اصلا كانت قاعده على البلاتفورم عشان تعمل سوشيال انتراكشن, احنا ما كناش داخلين على البلاتفورم عشان اشتري. يعني انا مش داخله على الفيسبوك مينلي عشان اعمل شوبينج, انما ممكن اخش على ويب سايت استعمال او اخش على الويب سايت بتاع الشركه عشان اشتري, انما
نتيجة إن إحنا already موجودين على السوشيال ميديا، على الفيسبوك بنكتب على الوول بتاعتنا وبسبريد وكده، ممكن حد يقوم عامل لي بقى حاجة فأخش أشتريها. إنما كانت الأصل من السوشيال ميديا إن إحنا نسوشيالي كوميونيكيت مع بعض. الـ companies are going to use السوشيال ميديا دي علشان تتريتش الكونسيومر. In social commerce, people do commerce or intentionally explore commerce opportunities by participating or engaging in collaborative online environment. The collaborative online environment اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو النتورك اللي احنا قاعدين عليه. احنا كنا already داخلين في الانفايرمنت ده علشان نشير الانفورميشن بتاعتنا، عشان اقول خبر حصل، عشان احكي على حاجة حصلت لي، عشان احكي على حاجة حصلت لحد. البلاتفورم بقى ده اللي الناس قاعده بتحكي عليه وبتشير انفورميشن وبتكرييت كونتنت will be used by companies to sell product. ومنطقي جدا لان احنا اوريدي قاعدين وعمالين نسيرف اونلاين، فكان منطقي جدا انهم يستغلوا البلاتفورم ده علشان يعملوا selling product. وبالتالي السوشيال كوميرس هيبقى فيه تو بزنس مودلز، سواء بزنس تو كونسيومر يعني كومباني يبقى عندها بيج سبيسيفيك ليها على السوشيال نتورك او اكونت سبيسيفيك ليها على السوشيال نتورك عشان تبيع البرودكت بتاعتها، او السي تو سي موديل كونسيومرز بيعمل بيج اونلاين ويبيع البرودكت بتاعه. الفكره بقى كمان انه في السوشيال كوميرس انه بيفلفل حاجه زياده. احنا قلنا انه كان عندنا مشكله في الاي كوميرس ان جنرال انه الحته بتاعت السوشيال اسبيكت بتاعت الشوبينج مش موجوده. Usually الحته بتاعت الشوبينج السوشيال اسبيكت اوف شوبينج هتبقى موجوده لو انا بعمل شوبينج ثرو سوشيال نتورك، لانه في نفس فكره بناخد راي بعض اكتر، بنريكومند لبعض الحاجه، الفكره السوشيال نفسها في الانتراكشن بين الكونسيومرز موجوده. لحد 2010 ما كانتش فكره السوشيال كوميرس قوي موجوده. خلي بالكم احنا بنتكلم على ان الاي كوميرس موجود من التسعينات، لكن السوشيال كوميرس ما ابتداش يبان قوي غير لما السوشيال بلاتفورمز ابتدت تنجح قوي، ابتدى يكون لها وجود وابتدت الناس تستعملها بكتير. فبالتالي لما بص ايه هي الدرايفرز اوف السوشيال كوميرس، هلاقي انه الويب 2 تكنولوجي، فكرة ان احنا نقدر نسبريد صور وفيديوهات اونلاين من غير ما تكلفنا وقت على الانترنت، ده كان احد الاميرجنت فيتشرز اللي خلت السوشيال كوميرس يزدهر. كمان البوبولاريتي بتاعت السوشيال نتورك زي الفيسبوك واللينكد ان والتويتر، كل دول لما ابتدوا يطلعوا ويشتهروا ويبقى لهم فولورز كتير وناس كتير بتتابعهم بقى مكان كويس. الادفانسمنت او الديفلوبمنت بتاع الموبايل كومبيوتنج والسمارت فونز هو اللي كمان خلى السوشيال كوميرس يكون منتشر. طب محتاجه افرق في حاجتين مهمين قوي بين الكوميرس والسوشيال كوميرس. هنا بنتكلم على ان السوشيال كوميرس هو الكترونيك كوميرس ترانزاكشن بس هتتعمل على السوشيال ميديا، انه بلاتفورم خلى الناس تقدر تبارتيسيبيت وتعمل ماركتنج وسيلنج للبرودكت. ان انا عندي تو مودلز، سواء بتكلم على بزنس تو كونسيومر او كونسيومر تو كونسيومر ابروتش، انه بلاتفورم هينيبل الكونسيومر تو شير انفورميشن اكسبيرينس اوبينيون اكتر بكتير من اي بلاتفورم تاني. ان السوشيال كوميرس ايتش ستيك هولدرز هاز ذا اوبورتيونيتي تو ستيميليت البلاير، الرول اللي هيلعبه الناس كله بيختلف. الفكرة بدأت قوي لما الياهو هي انتروديوست الكولابوراتيف شوبينج بلاتفورم. ياهو في 2005 عمل حاجة اسمها اونلاين كولابوراتيف شوبينج تولز، وده اللي خلى الفكرة بتاعت ان الناس تكتب ريفيوز او تريت البرودكت اللي هي بتشتريها، وبالتالي ابتدى يبان فكرة ان احنا ممكن يبقى عندنا شوبينج على سوشيال بلاتفورم. بس برجع اكد تاني ان هو ما ابتداش ياخد وضع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي غير تقريبا في 2010 لما فكره الفوتو شيرنج والفيديو شيرنج بقت تتعمل بطريقه سهله وما يبقاش بياخد وقت طويل في الداونلودنج والشيرنج،
ولما بقى عندي different application أو social medias تخلي الناس تقدر تشير instantly المسجز أو الصور وهم بيسوشيلايزوا مع بعض زي البينترست والإنستجرام وكل بقية الحاجات. الدرايفرز بتاعت السوشيال كوميرس عندي ثلاثة mainly drivers: الجلوباليزيشن اوف البيزنس، الانفايرمنت اللي احنا عايشين فيه دايما بيكون واحد من الدرايفرز لاي حاجه جديده بتبان. لما اكون بتكلم على انفايرمنت الكومبيتيشن فيه عاليه، قال ان ده خلى الكومبانيز محتاجه حتى الكاستمرز تكولابوريت معاهم والامبلويز علشان يقدروا يكومبيتوا في الانفايرمنت ده، فبقينا كلنا بنلعب دور. كل الناس اللي مؤيدين لبراند معين هيساعدوا في انتشار البراند ده او في انه الناس تحب تشتريه وتتفرج عليه، فهشتري حاجة من براند ابقى مبسوطة منها او معاملة لها شير على البوست عندي على الفيسبوك، تبتدي الناس تكومنت، تبتدي الناس تقولي مش عارف ايه، فنبقى كلنا بنكولابوريت علشان البيزنس ده يسرفايف. الديفلوبمنت بتاعت ويب 2 تكنولوجي، لان هي بقت تكنولوجي فيها ابلكيشن اعلى وفيها سوفت ويرز بتخلينا نقدر نكومنيكيت او نشير زي البلوجز والويكيز. الديفلوبمنت اوف ذا موبايل اند سمارت فون خلت كل الحاجات اللي هي السوشيال انتراكشن تكون سهله وتكون متناوله لينا طول الوقت. محتاجه فرق كويس قوي بين الاي كوميرس والسوشيال كوميرس في بوينتس معينه. احنا اتفقنا انه ان جنرال هكلاسيفاي السوشيال كوميرس اس بارت اوف الاي كوميرس، لانه السوشيال كوميرس اي ام دوينج اون الكترونيك ترانزاكشن تو سيلينج برودكت، سواء في البي تو سي موديل يعني بزنس بتسال برودكت للكونسيومر، او في السي تو سي موديل يعني كونسيومر تو كونسيومر بيسالوا برودكت. وي ار يوزنج ديجيتال بلاتفورم تو سيل البرودكت او تو اناونس اباوت البرودكت تو ماركت اباوت البرودكت. فنفس الفكره بالظبط اللي بتحصل في الاي كوميرس، لكن الفرق الوحيد في السوشيال كوميرس ان انا اي ام يوزنج سوشيال بلاتفورم، وبالتالي هي سبسيت يعني من الاي كوميرس. الاي كوميرس هي الدايره الكبيره، السوشيال كوميرس هي حته من الدايره الكبيره لاني واخده نوع من البلاتفورم اللي موجود. لكن لما اجي اقارن البيزنس جولز، لو انا كومباني وعامله ويب سايت بتاعي وانا نفس الكومباني وعامله بيج على الفيسبوك، ايه البيزنس جولز اللي مختلفه؟ سواء بعمل ويب سايت بتاعي او هكومينيكيت مع الناس من خلال البيج اللي على الفيسبوك، ديفينتلي السوشيال كوميرس لازم يكون في حته سوشيال اعلى بكتير جدا. فاللانجوج اللي المفروض الكومباني هتستعملها وهي بتعمل بيج على السوشيال ميديا تكون مختلفه من اللي تكون بتستعملها وهي بتكرييت سبيسيفيك ويب سايت فور ذا كومباني. الاستراتيجي بتاعتها في السيرشنج والديزايننج والريكومنديشن من باست اكسبيرينس هتكون هي الفوكس بتاع الاي كوميرس بتاعها ان جنرال. انما الهدف الرئيسي من البيج اللي هي عاملاها على الفيسبوك انها تسوشيالايز مع الناس، انها تاخد الروح الاجتماعيه اكتر، فبتبتدي تبقى في دايالوج في حوار بين الناس، ان الناس تقدر تبقى بتتكلم على البرودكت والكومباني ترد على الدسكشنز اللي موجوده. فيبقى الهدف الرئيسي مش ان انا اكريت اويرنس اباوت ذا برودكت او ان انا اخلي الناس تعرف تشتري بطريقه سهله، قد ما انه يكون في سوشيال جول للكومباني دي وهي بتسوشيالايز مع الكونسيومرز او بتشير انفورميشن او بتقرا الريفيوز بتاعت الكونسيومرز او بتوصل لهم معلومات عن البرودكت. يبقى اول فرق هو البيزنس جول اللي هيحصل لما اكون متجهه ناحيه ان انا اديفلوب ويب سايتس ليا او ناحيه ان انا اكومينيكيت في سوشيالي وذ ذا كاستمرز. حته السوشيال لازم تبان. الطريقه اللي فيها الانتراكشن مع الكاستمرز لازم دايما يبقى في سوشيال كونكشن تنهانس الكونفرسيشن بين الكاستمرز وانا في السوشيال بلاتفورم، مختلفه عن البلاتفورم اللي فيه انتراكشن مع الويب سايتس. يعني يمكن في الويب سايتس هرد على الاسئله اللي هي الانسرد كويشنز، هرد على الايميلز، لكن في السوشيال بلاتفورم لازم يكون في way of communication تدي انطباع السوشيال اعلى. البنفيت بتاعت السوشيال كوميرس للكونسيومرز انه اوريدي الكونسيومرز قاعد على البلاتفورم ده، هو مش بيروح من حته ويخش سبيسيفيكلي يدور على حاجه concerning companies او products، هو قاعد بيسوشيالايز على البلاتفورم ده.
تاني حاجة هو متعود على البلاتفورم، فالانترفيس بتاع البلاتفورم الكوماندز بتاعته how to deal معاه ما عادتش بتشكل له مشكلة. التكنيكال هنا اقل بكتير قوي، هو مش كل مرة بيفتح ويب سايتس مختلف ويبتدي يشوف how to navigate في الويب سايت ده، هل الكومباني عاملة ديزاين هتتحرك ازاي، فين الحتة اللي مفروض ادور منها، فين الحتة اللي مفروض ابوست فيها لو عندي حاجة، فين الحتة اللي مفروض اقول لهم ان انا بسأل على سؤال. الديزاين بتاع البلاتفورم هو متعود عليه لانه بيستعمله بقاله فترة، فهو easy to use بالنسبة له. تاني حاجة في فكرة trust كده بتزيد معانا في الحتة السوشيال، لانه هو بيتحسس ان هم اقرب له من ناحية السوشيال، فبالتالي في بارير كده بتبقى بريكت لما بنزيل على السوشيال بلاتفورم. Make informed decision based on information not only from the firm but also from other consumers. ودي اللي اتكلمنا عليها في اخر المحاضرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم على electronic word of mouth، ان ليها impact highest than even advertising اللي بتتعمل بخصوص من الكمباني. احنا واحنا على السوشيال بلاتفورم هلاقي دايما في ريفيوز من الكونسيومرز التانية موجودة، هلاقي ان انا سهل اخد الاوبينيون بتاع الكاستمرز التانيين، فالديسيجنز بتاعتي مش بس بيزد على الانفورميشن اللي انا بعمل لها كولكشن، لكن كمان على الانتراكشن اللي بيني وبين الكونسيومرز التانيين. فده بتديني انطباع الحتة السوشيال اللي ناقصة في الاي كوميرس ان جنرال هتكون موجودة. بالنسبة للريتيلرز هاي البنفيتس اللي الريتيلرز ممكن يحصلوا عليها، يعني انا قصدي السؤال دلوقتي، طب ما خلاص انا عملت عندي ويب سايت وبكوميونيكيت مع الكاستمرز وخدت كل البريكوشن بتاعت ان الويب سايت يبقى ديزاين بروفيشنالي ومقعد تيمي ابديت الويب سايتس طول الوقت ومقعد الناس ترد عليهم 24 ساعه في 24 ساعه وبابديت البرودكتس اول باول وبعمل اوفرز وبسند وخدت كل بقى الايه الاحتياطات، يعني خدت كل الكلام اللي ايه اتقال قبل كده ان هو professionally to be taken. طيب الميزة اللي هتجيه يعني اني اعمل بيج على الفيسبوك، اول حاجة بنقوله انه it's a way to تقوي relation بينك وبين الكاستمرز بتاعك. تاني حاجة انت هت increase الترافيك على الويب سايتس، يعني مش كفاية بس انك تعمل اعلان على البيج، لكن اللينك بتاعك من على البيج ممكن جدا الناس تكليك عليه ويتحولوا على الويب سايتس، فبالتالي انت بتنكريز الترافيك على الويب سايتس. طبعا هنسابورت البرودكت اند براند ديفلوبمنت، احنا اتكلمنا قبل كده انه when I'm designing product taking into consideration the opinion بتاعت الكاستمرز بتفرق. طب كمان لما اكون هتيك into consideration الاوبينيون او ريفيوز بتاعت الكاستمر in real time، يعني انا معاهم على السوشيال ميديا بنكوميونيكيت وبنتكلم وبكولكت الانفورميشن دي بسرعه اول ما البرودكت نزل، وبالتالي اقدر احسن البرودكت، اقدر اتلافى اي مشاكل، اقدر لما يحصل اي شكوى من كونسيومر على السوشيال نتورك ابقى اوير بيها، وبالتالي اخد الاحتياطات او الاستراتيجي اللي ازاي هرد بيها على الكاستمرز، هبنفت من الفيدباكس اللي جايالي، هقدر ماكسمايز الترند اللي ماشي في الماركت شكله ازاي، وبالتالي سوري هقدر بريدكت الماركت ترند ماشي ازاي، وبالتالي هماكسمايز الافشنسي بتاعت الماركتنج بلان بتاعتي، حملة الدعاية اللي انا هعملها. احنا اتكلمنا قد ايه انه الكمباني عشان تقدر تعمل ماركتنج كويس فهي محتاجة تكولكت داتا من الكونسيومرز بتاعتها، وان الداتا دي could be collected يا اما من خلال الاونلاين سيرفيز بطريقه ستريت فورورد، او من خلال البيهيفير بتاعهم على السوشيال نتورك ان جنرال، وبالتالي لما انا بقى ككمباني هكونكت معاهم على السوشيال بلاتفورم دي هيديني وسيله سهله اني اقدر انلايز واديتكت الداتا بتاعه البيهيفير بتاعهم على السوشيال ماركت. كل ما عرفت الكونسيومر، كل ما عرفت البيهيفير بتاعه، كل ما قدرت اسيجمنت الكونسيومر صح، وكل ما قدرت اتارجت الكونسيومر افيشنتلي اكتر، كل ما ده كان معناه مكسب للشركه. وبالتالي واحده من البنفيتس الرئيسيه للسوشيال كوميرس ان انا هقدر اجت انفورميشن اباوت الكونسيومر والبيهيفير بتاعه ثرو البيهيفير على السوشيال نتورك بتاعه.
هو بيتصرف ازاي على السوشيال نتورك، هقدر من البيهيفير بتاعه اكريت البروفايل بتاع الكونسيومر بتاعي. محتاجه ليه اكريت البروفايل بتاع الكونسيومر بتاعي؟ احنا المره اللي فاتت قلنا اني محتاجه اكريت البروفايل بتاع الكونسيومر علشان اقدر اعمل ماركتنج حسب السيجمنتيشن او اللي احنا سميناه بيهيفيرال ماركتنج، اني بعمل الخطه بتاعه الماركتنج بتاعتي بناء على كل كونسيومر محب ايه، الانترست بتاعه ايه، ايه الحاجات اللي هو بيدور عليها. وبالتالي كل ما قدرت اكولكت انفورميشن اكتر، كل ما قدرت يبقى عندي فرصه ان انا انالايز الداتا بشكل احسن، وكل ما قدرت اعمل ريكومنديشن سيستم بشكل افيشنت اكتر، او كل ما قدرت اماركت البرودكت بتاعي بيست على الانترست للكونسيومر بشكل احسن. كل ده هقدر اعمله لو انا بانتراكت على السوشيال بلاتفورم. تاني حاجه، مش بس ان انا هقدر انالايز الكونسيومر بتوعي البيهيفير شكله ازاي، لكن هقدر انالايز ان جنرال الماركت ترند شكله ازاي. الناس بتفضل انهي برودكت عن انهي برودكت، ان جنرال الناس مياله لايه اكتر، الحوارات اللي ماشيه على السوشيال نتورك اكتر. فكل ده بيساعدني اني اعمل اناليسز للانفايرمنت وير ام وركينج. احنا اكدنا قبل كده انه I cannot isolate my company عن الكونتكست اللي انا فيه، الانفايرمنت وير ذا كومباني كومبيت، وانه مهما حاولت اوبتمايز البروسيس انترنالي ان ذا اورجانيزيشن ما ينفعش اتجاهل وات ويل هابن اوتسايد ذا اورجانيزيشن، وانه في دايما انتراكشن بين وات هابن اوتسايد ماي اورجانيزيشن وات ديل انسايد ذا اورجانيزيشن. ولو انا عايزه اكون ادابتف ولو عايزه اخد ديسيجن صح، محتاجه اكون اوير بالتشينجمنت اللي بتحصل outside the organization so I will be able to analyze it correctly to make me taking better decision based على collected information. كل ده هيقدر يساعدهولي لما انا اكون عندي بكوميونيكيت على social platform، لانه الداتا ترانسفيرد على السوشيال بلاتفورم هتكون حجمها اكبر بكتير قوي من الداتا اللي ممكن تكون ترانسفيرد على الويب سايت بتاعتي. يبقى هبنفت من الفيدباك اللي الكونسيومر هيحطوه على البرودكت، هبنفت من ان انا هجمع الداتا عن الكونسيومر وهكرييت بيتر بروفايل للكونسيومر، هبنفت من ان انا هقدر انالايز الماركت ترند، وبالتالي هقدر ابقى عندي علم ودرايه بالمناخ اللي انا بشتغل فيه والانفايرمنت اللي انا بشتغل فيه شكله ايه احسن. هقدر اكومينيكيت مع الكونسيومرز في السوشيال نتورك، وبالتالي هانكريز الترافيك على الويب سايت بتاعي. هقدر اسبورت الديفلوبمنت بتاع البرودكت بتاعتي واتلافى لو في اي مشاكل او شكاوي. واخر نقطه مهمه جدا ولازم تفضل في مخكم، عشان لما نيجي نتكلم على البورت الثاني واحنا بنتكلم يعني ايه customer relationship management، يعني ايه الorganization لازم تكون مهتمة انها تديل مع كل حاجة related للcustomer وتقدر تعمل لها management كويس للعلاقة بين الorganization والcustomer عشان تحل المشاكل او عشان تincrease the satisfaction بتاعت الcustomer. هلاقي انه being or doing work on the social platform will help me in managing customer relationship management. مش بس كده، لكن كمان هتديني تولز جديدة اللي احنا هنسميها قدام شوية Social Customer Relationship Management، لان هنا انا مش بتعامل معاه بس على الويب سايت بتاعي، لكن انا كمان بتعامل معاه على Social Platform، فانا كأني اقرب له. زي ما احنا قلنا من شوية انه Social Platform بيديني فرصة حتة Social اللي كانت ناقصة في الاي كوميرس ان جنرال، وان الكونسيومر محتاجين يفيلوا ان في انتراكشن وان في سوشيال في العمليه بتاعه الشوبينج. نفس الحكايه بالظبط وان ديلينج ويز ريليشن شيب ويز الكاستمر، فكره انه يبقى في سوشيال كاستمر ريليشن شيب مانجمنت هتفرق معايا وتحقق لي بنفيتس كتير. يبقى احنا عرفنا انه السوشيال كوميرس از ا سبسيت من الاي كوميرس، انه social commerce could be both models B2C وC2C models. مش هنتكلم قوي على انه يكون في B2B model في social commerce لانه واضح انه ده مش مكانه قوي، انما two models اللي هيكونوا بيجينوا a lot of benefits من moving from any platform to the social platform هما B2C and the C2C models.
تاني حاجة انه في benefit للconsumer وفي benefits للretailers، وانه في differences من حيث الجول اللي الناس بتتحرك من اساسه للcompanies انها تimplement السوشيال كوميرس next to having e-commerce platform. من اكتر السوشيال networks اللي موجودين هو الفيسبوك، واحنا اتكلمنا قبل كده انه الفيسبوك اتطور عبر الزمن بحاجات كتيرة. الفيسبوك لما ابتدى في اواخر 2004 كان الهدف بتاع انشاؤه انه a group of students في specific university to communicate and share their personal activities. الجراف اللي قدامنا بيقول لنا قد ايه الاكتف يوزرز بيزيدوا مع الوقت، وانه الجراف ده برضو بيدي انديكيتر قد ايه انه الفيسبوك is used بكل الكونتريز، وانه عندنا acceptance لي في كل الدول. compared بالتويتر والإنستغرام والبينترست، الفيسبوك عندنا في مصر لسه هو أعلى حاجة. صحيح الإحصائية دي 2017 الفيسبوك كان واخد 93% من الناس اللي بتستعمل السوشيال ميديا، compared بالإنستغرام والتويتر اللي أرقامهم أقل بكتير. حتى لو الإحصائية دي اتحركت شوية towards التويتر والإنستغرام والبينترست، هنفضل برضو الفيسبوك له شير أعلى. الفكرة في الفيسبوك والتايم لاين بتاعه انه هو كمان مش ساكت، يعني هو ابتدى عشان شوية ناس تكوميونيكيت مع بعض، الا انه اتحول لاشهر سوشيال نتورك الناس كود كوميونيكيت عليه، وابتدى يزود ايه فيتشرز عشان يتحول من بس ان الناس تكوميونيكيت وتشير انفورميشن او سوشيال انفورميشن اكسشينج انفورميشن عليه، ان هما يقدروا يعملوا شوبينج برودكت. هنلاقي ان هو ابتدى يعمل البانر ادفرتايزنج بقت موجوده، زود بوتن تو شير شوب برودكت او شير البرشيس اكسبيرينس من غير ما من بره الفيسبوك. هي لانش حاجه اسمها دايناميك برودكت ادز، الناس تقدر تعمل ادنج او تو ديسبلاي البرودكت كاتالوج بحيث ان هو يكون دايناميك بيتحرك والناس قاعده على الفيسبوك. الباي بوتن كان ادد لان الناس كانت بتضطر تطلع من بره الفيسبوك عشان تشتري البرودكت. هي سبورتد ذا بيمنتس وذ ديفرنت ميثودز، واحنا دلوقتي كلنا سمعنا نتكلم ان هو عايز يكرييت العمله بتاعته هو. الفيسبوك مش البلاتفورم الوحيد، عندنا different platforms زي البينترست والإنستغرام اللي people can socialize, can sell and buy product using البلاتفورم دي. عندنا framework عملوه group of ناس علشان يشوفوا ايه الكومبوننتس الرئيسية اللي بتأثر على social commerce. الموديل ده فيه 4 component take into consideration the interdependencies among the 4 dimensions، وانه كل واحد فيهم ما هماش static، كل واحد منهم بي evolve، يعني ما هواش حاجة ثابتة، مش يعني الفريمورك معمول في 2007 واحنا لسه بندرسه لحد النهاردة. هنشوف دلوقتي ايه الفاكتورز او ايه الكومبوننتس اللي موجودين، وهلاقي انه اهم حاجة تفضل موجودة في مخنا إنه كل كومبوننت من دول بيتطور مع الوقت، وإنه كل كومبوننت من دول بيأثر في بقية الكومبوننتس وبيأثروا مع بعض. وفي الآخر due to the interaction between the different components of the model I have what we have as the emergence of social commerce. وبالتالي لما يحصل أي disruption لأي كومبوننت من الكومبوننتس دي، او لما يحصل اي evolution فيهم، لما يحصل اي self-organizing، هيحصل emergence بشكل جديد. ايه الـ component بتاعت الموديل ده؟ عندي 4 main components: الـ people, technology, society, information. اهم حاجة هو مسميه the I model او the information model، لانه احنا في الاخر بنتكلم على platform اللي بيتحرك عليه هي الـ information، اللي هيلف يهمني هو الانفورميشن. واحنا لما بنتكلم على اي حاجه اونلاين بنتكلم على how
it help on spreading or the diffusion of information. فهبص على كل واحد من دول واشوف هو ممكن يكون ايه الفاكتور ده وازاي الفاكتور ده ممكن يأثر مع بقية الفاكتورز التانيين، في انتراكشن ولا لا بينه وبين الفاكتورز التانية. اول فاكتور هنتكلم عليه هو البيبل. طبعا احنا البيبل هو the fundamental drive and main reason for socialization. احنا اللي داخلين نتكلم على السوشيال ميديا، احنا اللي داخلين نشتري من التكنولوجيكال بلاتفورم اللي معروض، احنا اللي داخلين نناقش انفورميشن محطوطة، احنا اللي داخلين نعبر عن رأينا toward the product او experience my to display my experience concerning process معين. البيبل هنا بنتكلم عليه سواء كان individuals او بنتكلم عليهم small number of people او large number of people، هما دول البيبل بتكلم عليه، سواء البيبل ده كان seller، البيبل ده كان buyer، البيبل ده كان company، it's a people. بتكلم على when I'm considering the people I will consider all the factors impacting influencing the people دي. هل ال people دول ليهم demographic factor معين؟ هل أغلب الناس سنهم صغير؟ أغلب الناس سنهم كبير؟ أغلب الناس بيستمتعوا بمستوى التعليم معين؟ ال motivational factor اللي بتأثر عليهم؟ ال expertise بتاعت الناس دي؟ ال knowledge اللي الناس عندها بتستعملها؟ كل ده بيأثر على البيبل وهيأثر على الطريقة اللي هيقدروا يكومينيكيتوا بيها ويسبروا ويشاروا الانفورميشن. تاني كومبوننت بنتكلم على الorganization and society. definitely الorganization and society بتتأثر بالinteraction بين البيبل والاستراتيجي اللي هتطلع او البوليسيز او الرولز اللي هتتعمل في السوسايتي دي، الكالتشر اللي هتبقى فورمد في السوسايتي دي، how to manage السوسايتي دي، هيبقى based على characteristics of the people. لو characteristics of the people اتغيرت السوسايتي شكلها هيتغير. يمكن لو طلعنا different rules الكاركترستيك بعد كده بتاعت ال people هتتغير. ف definitely في interaction ما بين ال people والسوسايتي، both they are influencing each other. سواء الـ people في الآخر هيفورموا society أو الـ rules اللي هتبقى خارجة من الـ society هت impact أو هت rule الـ behavior بتاع الـ people. الفاكتور الثالث اللي بنتكلم فيه اللي هو التكنولوجي. خلوا بالكم إن إحنا بنتكلم على platform aim أساسا على التكنولوجي، aim على the usage of hardware, software, infrastructure, the application, the technical resources, the speed of the internet, the broadband اللي بنتحرك بيها، اقدر الكاباسيتي بتاعت الانترنت تستحمل قد ايه، الانفراستراكشر في الكونتري ده شكله ازاي. لو في انفراستراكشر كويس ده ممكن يمباكت على الرولز اللي موجوده، ممكن يمباكت على how to manage the process، ممكن يمباكت على الـ people and their usage للتكنولوجي. نرجع نتكلم على الفاكتور بتاع التكنولوجي، ان احنا في الـ AI model technology is one of the main components، لانه definitely احنا شغالين على الانترنت محتاجين يكون عندنا infrastructure، محتاجين عندنا software and hardware، فالكومبوننت بتاع التكنولوجي is essential. اخر كومبوننت في الموديل هو الـ information، لانه الإيشو كلها about how to create information, how to process the information, how the information is dissemination between different individuals. لأنه اللي بيأثر على الأوبينيون بتاعت الكونسيومر هي المعلومات اللي جاياله، هيستوعب المعلومات دي إزاي، هيبقى بيأيد البرودكت ولا بيعترض عليه، مش عاجبه الكلام عاجبه الكلام. في الآخر إحنا we are dealing with information. أهم characteristic للinformation model ان هو it's dynamic، الموديل ده ما هوش static، مش ثابت، الفاكتورز بتتغير مع الوقت، البيبل ممكن يحصل لهم changing في الكاركترستكس بتاعتهم، في الموتيفيشن فاكتورز بتاعتهم، في طريقة استيعابهم للانفورميشن، الرولز اللي بتحكم السوسايتي ممكن تتغير مع الوقت، الطريقة اللي بنسبريد بيها الانفورميشن ممكن تختلف، التكنولوجي اللي احنا معتمدين عليها ممكن برضو تتغير.
فاحنا بنتكلم على dynamic model في interaction between the four components, في integration between the four components, والmodel it's not static, it's a dynamic model. ونتيجة ال interaction between the four components of the model في الآخر هيحصل لي the emergent feature اللي هي social commerce اللي احنا بنشتغل عليه أو متعايشين معاه.